ينضم إلينا مباشرة من روما دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. دكتور فؤاد تحياتي لك، ودعني أبدأ أولا قبل أن نخوض في موضوع الاجتماع الخاص بمنظمة الصحة العالمية، نتحدث عن إيطاليا لأنه إيطاليا بدأت أكبر خطوة تجاه العودة للحياة الطبيعية. كيف هي الإجراءات المتبعة إزاء هذه العودة، وهل هي بالمتابعة أو يعني بتسير بالتوازي مع أعداد الإصابات ولا أعداد الوفيات ولا إيه؟ مساء الخير للجميع. بالنسبة لإيطاليا، إحنا كنا بانتظار يوم 17 البارح واليوم بالنسبة للإحصائيات بداية المرحلة الثانية اللي بدت في 4-5، والحمد لله النتائج جيدة، وأول مرة ينخفض عدد اللي بتوفوا تحت 100، يعني 99 اللي توفوا، مع أنه عدد اللي بتوفوا يتعلق في أيام السابقة، بس يستمر عدد المصابين بانخفاض، يزداد عدد اللي بتعافوا، يزداد اللي يخرجون من المستشفيات، ويزداد العلاج الأشخاص اللي بنعالجهم في البيوت تقريبا 90%. وهاي الإحصائيات مهمة، معناته الشعب الإيطالي اللي خرج تقريبا أزيد من 4 مليون في 4-5 حافظ على جميع الإرشادات والنصائح من ناحية المسافة، من ناحية النظافة، ومن ناحية استعمال الكمامة في الطريقة الجيدة وفي المكان المغلق واللي مجبور الواحد يستعمل الكمامة. وهاي الإحصائيات تعطينا أمل إن نطلع يعني أمل بالنسبة للأيام القادمة. واليوم بدأت المرحلة الثانية من المرحلة الثانية، يعني أخرى أسبوعين لحد آخر شهر 5، وسوف تكون الأمور حسب رأيي وحسب الإحصائيات اللي شفناها اليوم جيدة، وزي ما توقعنا قبل شهرين بتوقع أن في شهر 5 سوف تبدأ نهاية الكورونا فيروس. طيب كيف تنتهي الفيروس كورونا من وجهة نظرك مع عدم التوصل حتى الآن إلى مصدر انتشار الفيروس؟ وهنا أشير إلى الاجتماع، اجتماع الصحة العالمية والخلاف والجدال، وأيضا المشروع الأوروبي اللي أراد أنه يفتح تحقيق أو يتوصل بصورة نهائية وجذرية إلى مصدر الفيروس وأسباب انتشاره على هذا النحو. نعم، سؤال مهم. إحنا نذكر أنه في شهر 1 رسمياً باسم الرابطة الطبية الأوروبية الشرق الأوسطية طلبنا من الصين ومن منظمة الصحة العالمية توضيح بالنسبة لأصل الفيروس، بالنسبة لصفات الفيروس، لأنه هذا الفيروس كان انتشر بسرعة ودخل في أجسام خصوصا في الجهاز العصبي والجلد وجميع الأعراض اللي سببها الكورونا فيروس. نعم. طلبنا رسميا تحقيق دولي مستقل في ليش توفى الطبيب الصيني ومعه أخرى 7 أطباء اللي أخبروا في شهر 11 أنه موجود الكورونا فيروس، وأنا كنت باتصال معهم ومع الأطباء من أصل أجنبي. عشان هيك سؤالك مهم، عشان نوصل للقاح لازم نعرف منين أصل الفيروس وشو صفات الفيروس. وإذا إحنا بنعمل لقاح لفيروس اللي تغير 33 مرة حتى الآن، أي لقاح يكون مناسب لفيروس اللي تغير باستمرار؟ مع إنه اليوم إحنا معنا يعني جميع المعلومات إنه الفيروس ضعف، وخصوصا بداية الصيف، وخصوصا اليوم الري صفر اللي هو مهم في كل دولة وصل لإيطاليا 0.4، يعني كل شخص بعديش الشخص الثاني. في بداية الأزمة كان كل شخص بعدي 10 أشخاص،
وهذه نقطة حساسة ومهمة بس ناقصنا من منظمة الصحة العالمية ومن الصين تخبر العالم. وأنا متفق مع جميع الدول اللي طلبت تحقيق مستقل، مش منظمة الصحة العالمية لازم تعمل تحقيق، لازم يكون تحقيق دولي، لأنه منظمة الصحة العالمية أثبتت في هاي الأشهر إنها هي ضعيفة، ما عندهاش موقف سياسي اقتصادي مستقل. الصين امبارح دفعت لها مليار دولار، كيف منظمة بدها تحكم على دولة اللي دفعت لها مليار دولار عشان تدعمها سياسيا، وأمريكا سحبت الدعم الاقتصادي؟ طيب دكتور فؤاد، في علم الفيروسات وأنت وكثيرون يتحدثون عن ضعف الفيروس مع الوقت، هذا الضعف هل يكون في سرعة انتشاره ولا يكون في تأثيراته بأن يعني يصاب من يصاب ولا تتدهور حالته الصحية على النحو اللي شفناه مع المصاحب لهذا الفيروس؟ نعم، احنا بنعرف يعني واحد كل شخص خبير في شؤون البكتيريا وشؤون الفيروس بيعرف انه قوة انتشار الفيروس والبكتيريا وزي الانفلونزا اللي هو فيروس بسيط في شهر 10 11 12 1 2 اللي هن الشهور اللي فيها سكعة وبرد والناس موجودين في المناطق المغلقة وعشان هيك يزداد قوته. شفنا الكورونا فيروس ببدايته بشهر 11 و 12 وشهر 1 و 2 كان قوي كثير، شهر 3 هسه لما صار يتغير كثير وشفنا انه درجات الحرارة بتأثر عليه وخصوصا على السطوح، احنا توقعنا انه بشهر 5 وبشهر 6 بس خصوصا بشهر 5 زي ما هسه موجود بداية نهاية الكورونا فيروس. ليش؟ لأنه الفيتامين دي اللي تتكون مع أشعة الشمس تقوي جهاز المناعة، وهي زي ما بنقدر نسميها باب قدام دخول الكورونا فيروس في جسم الإنسان. نعم. طيب دكتور، في الاجتماع النهاردة الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش في بداية كلامه بدأ بانتقاد الدول اللي تجاهلت توصيات منظمة الصحة العالمية، واعتبر أن العالم النهاردة بيدفع ثمن باهظ وده نتيجة التباين في الاستراتيجيات. هل الدول في مرحلة ما ممكن نقول عليها أن هي المرحلة دي هي المرحلة الحالية قادرة ان هي يبقى عندها نوع من البيانات مثلا عن الحالات وعن طبيعة الفيروس وتحوره واعراضه كان شكلها ازاي؟ بالنسبة للجواب على هذا السؤال، اول شيء العالم بيدفع ثمن غالي وخصوصا في رقم اللي توفوا والاصابات من الغلط اللي أجا من منظمة الصحة العالمية اللي ما اعطتتش إرشادات من شهر 11 و12 و1، لأنه منظمة الصحة العالمية لازم تخضع مرجع لجميع وزراء الصحة في العالم. في اجتماع هسه في الرقم 194 دولة، كل دولة بتبعث أو الوزير الصحة أو ممثلها في منظمة الصحة العالمية اللي هو لازم يخبر يوميا الدولة اللي بعثته شو آخر أخبار من منظمة الصحة العالمية. منظمة الصحة العالمية بتقدرش تعمل سياسة إنه أنا بحذركم وإنتوا اعملوا اللي بدكم إياه، يوم بتقول إنه الوباء قوي يوم بتقول الوباء غير قوي، وأول امبارح قالت إنه الانتشار غير صحيح بواسطة السطح وبعد 3 أشهر من انتشار الفيروس. عشان هيك هاي المعلومات للأسف دفعنا ثمن غالي عليها وكثير اللي توفوا. عشان هيك بالنسبة إنه
المهم انه كل دولة تستعمل الخبرة الإيجابية والخبرة السلبية في آخر أشهر ويسووا ائتلاف بين جميع الدول العالم خصوصا مع وزراء الصحة عشان نتفق شهن الأدوية اللي مفيدة للعلاج زي ما احنا شايفين في إيطاليا تقريبا 90% بنعالجهم في البيوت وأول 5 أيام وفي أدوية كثيرة وعشان هيك ما تصيرش حروب داخل الحرب الكورونا فيروس من ناحية اقتصادية وسياسية عشان يربحوا في شركات الأدوية نعم. للأسف موجود كثير من شركات الأدوية اللي بدها تربح في هذا المجال. بشكرك شكرا جزيلا دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية حدثتنا مباشرة من روما العاصمة الإيطالية بعد الفاصل.